والآن مع الأصول الثلاثة وأدلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام رحمنا الله وإياه: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه أربع مسائل نبه عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى، واختار هذه المسائل من دون المسائل الأخرى لعظم نفعها وأهميتها لكل مسلم. أما المسألة الأولى وهي معرفة الله تبارك وتعالى، فالتعرف على الله يكون بالقلب، ويكون بالتدبر في آيات الله الكونية من مخلوقات، كما قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم تستلزم توقيره وقبول ما بعث به وتصديقه وتحكيم شريعته. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما معرفة دين الإسلام، وهو الدين الذي بعث الله به جميع الرسل، قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال جل ذكره: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عن ملكة سبأ: وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ومعنى معرفة دين الإسلام هو أن يعرف العبد كيف يعبد ربه تبارك وتعالى. وأما العمل به والدعوة إليه، فالعمل بما تقتضيه هذه المعرفة، لأن من لازم المعرفة العمل. وأما الدعوة فلا بد أن تكون على بينة، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. قال جل ذكره: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأما الرابعة فهي الصبر على الأذى فيه، كما قال جل ذكره: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. واختار رحمه الله تبارك وتعالى سورة العصر، وهي قول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. أي أن كل إنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع. والإيمان يشمل كل ما يحبه الله من الاعتقادات، والعمل الصالح يشمل كل الأعمال والأقوال التي تقرب إلى الله. والتواصي بالحق هو أن يوصي كل مسلم أخاه أن يفعل الخير ويرغبه فيه. وأما التواصي بالصبر هو أن يوصي كل مسلم أخاه أن يصبر على فعل الطاعة، وأن يصبر عن فعل المعصية، وأن يصبر على أقدار الله تبارك وتعالى. وقد اختار الإمام الشافعي هذه السورة لأن الإنسان العاقل إذا سمع هذه السورة وتدبرها وجد فيها الخير كله، وصلح له أمره كله إذا عمل بما فيها. فبدأ بالعلم قبل العمل، وذلك أن العمل لا يكون مقبولا حتى يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، وأن يكون صوابا، أي على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن للإنسان أبدا أن يعلم أن هذا العمل صواب إذا لم يكن عنده علم. نعم.
اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة
والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشون. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الحمد لله. أما قوله: إن الله خلقنا ورزقنا، فهذا لا شك فيه، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: الله خالق كل شيء. وقال جل ذكره: ألا له الخلق والأمر. وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأما قوله: لم يتركنا هملا، فهذا مصداقه في قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. فمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. قال جل ذكره: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. وقال صلوات الله وسلامه عليه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني دخل النار. أخرجه البخاري في صحيحه. الثانية: أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، أي إن المسألة الثانية مما يجب علينا تعلمه، هو أن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك به، كما قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك أن أمر الشرك عظيم. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعظم الذنوب قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والعبادة هي كل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال والاعتقادات. والحنيفية هي ملة إبراهيم وجميع المرسلين، وهي الإسلام. قال جل ذكره: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم،
قال أسلمت لرب العالمين، وقد أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، ومصداقه قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالتدبير والخلق والرزق، وتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تبارك وتعالى بما سمى به نفسه وما وصف به نفسه، فلا شبيه له ولا مثيل ولا ند ولا كفء له، فنثبت له الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والشرك نوعان: أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر من دعا غير الله تبارك وتعالى واستغاث به وتوكل عليه وذبح له، وغير ذلك كثير يأتي تفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. والشرك الأصغر مثل الرياء والحلف بغير الله وما شابهه. والفرق بينهما هو أن الشرك الأكبر يخرج من الملة ويحبط جميع الأعمال، ولا يدخل صاحبه الجنة بل يخلد في النار والعياذ بالله. وأما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة ولا يحبط إلا العمل الذي شابه، ولا يخلد صاحبه في النار. وأما قوله رحمه الله تعالى وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم، هو مصداق قول الله تبارك وتعالى عن فرعون لما سأل موسى فما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وأما قوله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فالمساجد هي مواضع السجود. وأما حديث الدعاء مخ العبادة فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وإن كان معناه صحيحا، لأن الدعاء له أهمية كبيرة، ولكن اللفظ الصحيح الذي صح عن النبي صلوات الله وسلامه عليه هو الدعاء هو العبادة. فمن دعا غير الله تبارك وتعالى بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك، ومن دعا حيا غائبا فهو مشرك، لأنه جعله بمنزلة الله الذي لا تخفى عنه خافية، يسمع السر وأخفى. ومن دعا ميتا فهو مشرك، لأنه جعله بمنزلة الله الحي الذي لا يموت. وهناك الخوف ثلاثة أنواع: خوف طبيعي كما قال الله تبارك وتعالى عن نبيه وكليمه موسى صلوات الله وسلامه عليه فخرج منها خائفا يترقب. وهناك خوف العبادة، وهذا لا يجوز أن يصرف لغير الله تبارك وتعالى، فمن صرفه لغير الله جل وعلا كفر. وكذا خوف السر، كأن يخاف الإنسان من ميت أو غائب خوف سر من أن يضره أو أن ينفعه، فهذا كذلك من الشرك الأكبر. وكذا الأمر بالنسبة للاستغاثة والاستعانة والاستعاذة، فهذه منها ما هو جائز، وهو أن يستغيث الإنسان بمن يستطيع مساعدته، كما قال الله جل وعلا فاستغاثه الذي هو من شيعته. وكذا الاستعانة وكذا الاستعاذة، فأن يستعيذ الإنسان برجل يستطيع أن يساعده، فهذا كله جائز. وأما المحرم من ذلك فما كان لا يستطيعه إلا الله تبارك وتعالى. وأما التوكل فهو اعتماد القلب على الله في جلب منفعة أو دفع مضرة مع فعل الأسباب، وهو نوعان: إما أن يكون توكلا على الله جل وعلا، وإما أن يكون توكلا على غير الله. أما التوكل على الله فهذا هو العبادة التي أمر الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين في قوله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وأما التوكل على غير الله جل وعلا فهو ثلاثة أقسام: التوكل على غير الله جل وعلا في شيء لا يقدر عليه إلا الله، فهذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة والعياذ بالله. وكذا من التوكل على غير الله تبارك وتعالى التوكل على الناس في الأسباب الظاهرة، كتوكل إنسان على أمير أو سلطان أو غيره في عمل أو وظيفة أو مال أو رزق أو ما شابه ذلك من أمور الدنيا، دون أن يذكر الله تبارك وتعالى ودون أن يعتمد قلبه على الله جل وعلا، فهذا شرك أصغر. والتوكل الثالث هو أن يوكل شخص شخصا آخر في قضاء بعض مهامه بعمل ما، مع اعتماد القلب على الله جل وعلا،
فهذا توكل جائز مباح لا شيء فيه. نعم. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله وحده، ولا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد،
فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدق. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا. نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. الحمد لله. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام والبراءة من الشرك وأهله. قال جل ذكره قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ومعنى العبادة أي لا معبود بحق إلا الله. ويخطئ من يقول إن معنى العبادة أو إن معنى لا إله إلا الله أنه لا معبود إلا الله، فإن هذا يخالف الواقع، فللناس آلهة كثيرة ولكنها باطلة. قال جل ذكره فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. وقال ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. ولذلك قال يوسف عليه الصلاة والسلام لصاحبي السجن إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي أنتم سميتموها آلهة، أما هي فهي أصنام ليست كذلك، ليست آلهة كما تدعون. والمرتبة الثانية الإيمان، والإيمان 70 شعبة، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما قال الله جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى، وقال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب،
والحديث يبين ذلك، فقوله صلوات الله وسلامه عليه أعلاها لا إله إلا الله هذا قول اللسان، وقوله صلوات الله وسلامه عليه وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هذا فعل الجوارح، وقوله صلوات الله وسلامه عليه والحياء شعبة من الإيمان هذا من عمل القلب. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وألوهيته وبأسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة هو أن نؤمن بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم مخلوقون من نور ومعصومون من الخطأ والزلل، نؤمن بهم على الإجمال ونؤمن ببعضهم على التفصيل كالذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، وكذلك من ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كرقيب وعتيد ومنكر ونكير. وقال بعض أهل العلم إن رقيب عتيد ليس من أسماء الملائكة وإنما هي صفة للملك الذي يكتب، والعلم عند الله تبارك وتعالى. والإيمان بالرسل أن نؤمن بأنهم عباد مكرمون اختارهم الله واجتباهم ليبلغوا رسالات ربهم، وأنهم معصومون، وأن الله قص علينا بعضهم فنؤمن بهم على التفصيل، ولم يقص علينا الآخرين فنؤمن بهم على الإجمال. قال جل ذكره ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، ومن كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل. قال جل ذكره إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والإيمان بالكتب أن نؤمن أنها من عند الله وأنها كلام الله، وقد أمر الله تبارك وتعالى الأمم السابقة أن يحفظوا كتبهم فلم يحفظوها. قال جل ذكره إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وتعهد جل ذكره بحفظ القرآن الكريم فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بالبعث والنشور والحساب. قال جل ذكره كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، فهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أعاذنا الله وإياكم منها. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور. أولا يتضمن الإيمان بأن الله بكل شيء عليم، ويتضمن أن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، ويتضمن أنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله جل وعلا، ويتضمن أن الله خالق كل شيء. قال جل ذكره إن الله بكل شيء عليم، وقال وكل صغير وكبير مستطر، وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال الله خالق كل شيء. نعم. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى
يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق، وهذا دينه. لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة، وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم 5: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الحمد لله، والهجرة
هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وبلد الشرك هو الذي لا تقام فيه شرائع الإسلام من أذان وصلاة وزكاة وصوم وعيد وجمعة وما شابهها، وذلك بوجه عام. فتخرج البلاد التي فيها أقليات مسلمة، وذلك أن الشعائر هناك لا تقام بوجه عام بل بوجه خاص. وعكس هذه البلاد بلاد الإسلام. والهجرة هجرتان، الأولى كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وجوب الهجرة إلى المدينة لمن أسلم حتى تتقوى شوكة المسلمين، وهذه انقطعت بفتح مكة كما قال صلوات الله وسلامه عليه: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. أما الهجرة الثانية وهي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، فهي التي عناها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والطواغيت كثيرة، ورؤوسهم خمسة: إبليس وهو رأس الشر ومؤسسه، ومن عبد وهو راض أو دعا الناس لعبادة نفسه أو ادعى شيئا من علم الغيب، فكل أولئك جعلوا أنفسهم أندادا لله جل وعلا. وكذا الحاكم بغير ما أنزل الله، لأن الحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبية، فمن ترك حكم الله تبارك وتعالى استخفافا به أو اعتقد أن حكم غيره أفضل أو أنه مساو له أو أن حكم الله تبارك وتعالى لا يصلح لهذا الزمان أو هذا المكان، فقد كفر وخرج من الملة. أما من ترك حكم الله فحكم بغيره ولكنه لم يستخف بحكم الله تبارك وتعالى ولا اعتقد أن غيره أفضل منه أو مساو له ولا اعتقد أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان أو المكان، وإنما حكم به ظلما وعدوى، فهذا ظالم. وكذا من ترك حكم الله تبارك وتعالى محاباة لأحد أو بسبب رشوة ولم يستخف بحكم الله ولا اعتقد أن غيره أفضل منه ولا مساو له ولا اعتقد أن حكم الله لا يصلح لهذا الزمان أو المكان، فهو فاسق. وهذا مصداقه قول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا يصدق على الأول. وقول الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فهذا يصدق على الثاني. وقوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فهو يصدق على الثالث. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.